نبدأ الآن بالـ second objective لليوم, conclusion of reported speech, يعني ملخص أو ختام الكلام المنقول. نبدأ, كيف نحول أي جملة إلى كلام منقول؟ إذا أي جملة عنا يا كيف نحولها لكلام منقول عنا؟ 1. تحويل زمن الفعل بالرجوع خطوة إلى الوراء. إذا زمن الفعل موجود في الجملة, لما بنحوله إلى كلام منقول نرجع في خطوة إلى الوراء, تمام؟ يعني سموه لما كان حاضر عملناه ماضي, لما كان ماضي عملناه ماضي تام. طيب رقم 2, تحويل الضمائر, تمام؟ يعني مثلا الـ I أوقات بتصير هي أو شي, حكينا بالتفصيل عن هذا الموضوع, أو مثلا my رح تصير his, تمام؟ طيب أيضا قاعدنا نشوف تحويل الزمان والمكان. طيب خلونا نشوف الآن بشكل تفصيلي reported statements. تذكروا لما قلنا أنه الآم والإز إذا كانوا موجودين بالجملة وأنا بدي حولها لكلام منقول رح يصيروا شو؟ رح يصيروا was. طيب والآر أيضا, إذن الآر رح تتحول إلى ماذا؟ رح تتحول إلى وير. طيب اثنيناتهم الواز والوير بيكونوا عنا بالجملة هن أصلا ماضي, فأنا لو بدي أرجع فيهم خطوة إلى الوراء رح يصيروا ماضي تام, تمام؟ إذا رح يصيروا شو؟ had been. طيب أيضا في عندي هون الآم أو الإز معاهم فعل ING, يعني خلينا نقول مثلا doing, لما أنا بدي حوله لكلام منقول شو راح يصيروا؟ برجع فيه خطوة للوراء بيصير was doing, يعني ممكن أقول إذا كان هو حاضر مستمر راح يصير ماضي مستمر, تمام؟ طيب إذا هو أصلاً كان are doing, يعني ال are راح يصير شو؟ were doing, يعني were مع ال ing, تمام؟ طيب نكمل. طيب هدول التنتين اللي هن was مع ing أو were مع ing, لما أيضاً نرجع فيه خطوة للوراء راح يصيروا شو؟ راح يصيروا ماضي تام مستمر. ولكن أنا مشان ما بس هيك أحفظ حفظ, شو بقول؟ بقول مو هون هو الواز أصلاً, الواز هي نفسها لما بدت نرجع فيها خطوة للوراء نحن مو حافظين إنه بدها تصير had been. طب ليك هو had been, طب الـ ing بتنزل ing, تمام؟ حاول أني أفهم أكثر من أني أحفظ. طيب عنا أيضاً هون الـ have والـ had مع التصريف الثالث, يعني الحاضر التام لما بدي أرجع فيه خطوة للوراء شو راح يصير؟ رح يصير had مع أيضا التصريف الثالث, ما عندي أصلا خيار تاني, يعني أنا بالحاضر التام بيرجع فيه خطوة الوراء رح يصير عندي ماذا؟ ماضي تام. طيب الـ verb in the present simple, يعني إذا أصلا أنا ما كان في عندي مثلا am و is أو مثلا was where, لا أنا في عندي أصلا فعل بزمن الحاضر البسيط, خلينا نقول مثلا go, طب هذا أنا كيف برجع فيه خطوة الوراء؟ بعمله بال past simple بالماضي البسيط, يعني بصير شو؟ بصير went, صح؟ منطق, حاضر برجع فيه لورا بصير ماضي. طيب verb in the past simple هذا إذا هو أصلا كان بالصيغة الماضية البسيطة, يعني مثلا مثل went, طب كيف أنا بدي أرجع فيه خطوة للوراء؟ رح أعمله شو؟ ماضي تام past perfect, بصير شو؟ had gone, تمام؟ طيب أيضا كمان إذا أنا هون في عندي الفعل بال present perfect, يعني بالحاضر التام, يعني مثلا مثل have gone, طب هذا كمان لما بدي أرجع فيه خطوة للوراء لوين بدي أرجع؟ لل had gone, صح؟ الهاف بتصير هاد والجن تنزل مثل ما هي اللي هي شو؟ بالتصريف الثالث, تمام؟ طيب أما بالنسبة للمودلز حكينا أنه الويل رح تصير would, الكان رح تصير could, والهاف تو بتصير ماذا؟ بتصير هاد تو. أيضا كتير منطقيات لأنه نحن دائما عم نرجع خطوة للوراء, فحتى المودلز هن هدول يعني لما بنحكي عن الصيغة الماضية منهم فكل واحدة في إلى صيغة ماضية معينة, تمام؟ ولكن ما بنسى إنه لما بيجي في عندي أي موديل بحط بعده شو؟ التصريف المجرد للفعل, تمام؟ ونفسه طبعاً هو اللي بيكون وراء الويل, نفسه أنا باخده وبحطه وراء الود بدون ما أتوتر, حتى لو ما كنت بعرف أنا الفعل بيكون عادي ما في أي مشكلة, باخده نفسه وبحطه وراء الود, تمام؟ أو الكود أو طبعاً الهاد تو. طيب الآن بدي أحكي بأيضاً يعني شكل تفصيلي عن تحويل الضمائر وصفات الملكية في الكلام المنقول. هلا أنا بالدرس الماضي شرحت لكم عن هذا الموضوع, لكن الآن للطلاب اللي بيحبوا إنه يكونوا هذا الكلام هيك يكون كله واضح مكتوب لهم, تمام؟ الآن حنحكي فيه بالتفصيل. لما أنا بيكون في عندي كلام موجه للآخرين طبعاً بالجملة العادية, أنا لما بدي حولها لكلام منقول بالنسبة لضمير الفاعل إذا كان الضمير I, شوف حطيت لكم هون سهم, رح يتحول يا أما لهي يا أما لشي, تمام؟ طيب إذا كان ضمير الفاعل we رح نحوله لذي, يعني مثلا مو هن عم بيقولوا نحن ذهبنا,
طب احنا لما بننقل الكلام بنقول هم ذهبوا، صح؟ منطق ايضا. طيب ايضا في عندنا ماي، رح تصير his او her. يعني مثلا كان عم بيقول my car is beautiful، فانا لما سمعته بدي اقول he said his car، تمام؟ مين بدي اقول لك كيف رح تصير اذا هو عم بيقول my car is beautiful؟ he said that. قولي his car شو؟ his car. هنسي الماي بتنقلب للهيد لأن صارت سيارته. ممتاز. وبعدها سيارت بعد الاسم بدل الاز شو راح نحط؟ واز. أحسنتي، واز بيوتيفول، ممتازين. طيب خلوني أكمل، رجعوا شكلوا المايكات لو سمحتوا مشان تسمعوني كلياتكم بوضوح. بالنسبة لضمير المفعول به، إذا كان مي فرح يتحول إلى هم أو هير، تمام؟ طيب إذا كان الضمير أس رح يتحول إلى ذم، وإذا كان الضمير أور رح يتحول إلى مثلا ذير، تمام؟ إذا مي وأس وأور يا أما بصيروا هم وهير، يا أما بصيروا ذم، يا أما أيضا بصيروا ذير، تمام؟ طيب ننتقل الآن إلى تحويل الضمائر والصفات الملكية في الكلام المنقول ولكن في الكلام الموجه له مو للآخرين، تمام؟ بالجملة. يعني أنا إذا كان في عندي ضمير الفاعل اللي هو يو، شو راح يصير؟ راح يصير I أو we، تمام؟ وأيضا إذا كان ضمير المفعول به أيضا يو، شو راح يصير؟ راح يصير me أو us، تمام لهون؟ طيب نشوف الآن بالنسبة لـ place and time in reported speech، يعني الأماكن وأيضا الوقت في الكلام المنقول. إذا كان في عندنا كلمة here، here معناها هنا، فأنا لما بدي أحولها لكلام منقول رح تصير there، there يعني هناك، تمام؟ طيب أيضا إذا كان في عندنا كلمة yesterday يعني البارحة، فرح تتحول إلى كلمة the previous day. طيب في عندنا كلمة last، last أيضا هي شو؟ previous. ليش؟ لأنه كلمة last هي معناها أي شيء سابق، تمام؟ فأي شيء سابق بنحط بداله كلمة the previous. يعني مثلا إذا قالوا لي، إذا ما قالوا لي yesterday مثلا، إذا قالوا لي last year، فأنا مو شفت last، بحط the previous year، بتنزل مثل ما هي the previous year، تمام؟ last month the previous month. طيب أيضا في عنا كلمة tomorrow، بكرة، بكرة قادمة، هاي يعني في اليوم التالي، معناته أنا شو هون رح أقول the following day، في اليوم الآتي، تمام؟ طيب في عنا كلمة now، الآن، كلمة now بنحط بدال كلمة then، يعني now معناها الآن، then معناها في ذلك الوقت، تمام؟